السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مطبخ علاء عامر. النهاردة بناء على طلب إحدى مشتركات القناة العزيزة على قلبي، هنعمل وصفة حلوة جدا، وهي اللي طلبتها مني وأنا بنفذها لها أهو. وهي وصفة ترس العجوة أو شريك العجوة أو قرص العجوة، مخبوزات بتتباع في الأفران، سهلة وبسيطة جدا وطعمها حلو قوي. بيكون الحشو بتاع العجوة أو التمر أو معجون التمر، هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والعجينة هشة قوي، وكمان العجوه بتبقى طريه من جوه. يلا بينا نشوف طريقتها عامله ازاي، بس اهم حاجه لايك للفيديو واشتراك في القناه. اول حاجه معايا في المقادير هعمل تخمير للخميره. هحط كوبايه من اللبن الدافي، عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه. انا هخمر الخميره الاول لوحدها، وعليها نص كوبايه من الدقيق وسكر حبيبات، معلقة واحدة بس. هقلب كل ده في بعض كويس جدا عشان السكر يدوب على قد ما اقدر، والخميرة اهم حاجة هي اللي تدوب مع الدقيق. وهسيبهم مع بعض يختمروا لمدة 10 دقايق او ربع ساعة على جنب. بعد كده هبدأ ان انا احط بقية المكونات واعجن بقية العجينة بتاعتي. طبعا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا بعد ما الخميرة ارتاحت معايا 10 دقايق وبدأت تخمر، اتأكدت ان هي شغالة كده، هبدأ بقى ان انا احط عليها بقية المقادير بتاعتي. معايا نص كوبايه من السكر الحبيبات العادي، لو عايزين تعملوها بالجبنه يبقى بلاش السكر خالص. هنحط كمان معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون المطحون، بيدي طعم حلو جدا، ممكن تستغنوا عنه، ممكن تضيفوا بداله ينسون. حطيت كمان بيكنج باودر معلقه صغيره، ونص كوبايه من الزبادي، ونص كوبايه من الميه مطرح الزبادي في نفس الكوبايه، وهحط كمان نص كوبايه من الزيت. هحط رشه صغيره خالص من الفانيليا عشان برضو احنا عاملينها حلو ومش عاملينها حادق. هقلب كل المقادير دي كلها في بعض كده، خلاص المكونات السايله كلها امتزجت. هبدا بقى انزل بالدقيق. انا محضره جنبي 5 كوبايات من الدقيق، العجينه هتاخدهم كلهم، بس انا لازم برضو اتاكد ان انا ما احطش الكميه كلها، لان ممكن السوائل تقل معايا، فعلى حسب نوع الدقيق هنحط الكميه. انا حطيت الاول 3 كوبايات، لقيتها لسه سايله، هحط الرابعه اهي، وهبدا اعجن بايديا. اول ما الاقيها اتلمت او العجين لم في ايديا وبقى قطعه واحده مش محتاج دقيق، خلاص ممكن اوقف كميه الدقيق. بس هي زي ما انتم شايفين لسه طريه، محتاجه كوبايه كمان اهو، حطيت نصها تقريبا، وبرده بكمل عجن. طبعا نوع الدقيق بيختلف من نوع للتاني، فانتوا هتحطوا اخر كوبايه دي بالتدريج زي كده لحد ما تمسك العجينه معاكم كويس قوي وتبقى ملمومه وقطعه واحده. اهم حاجه بقى العجن كويس زي ما احنا متعودين في المخبوزات كلها، بنعجن كويس جدا. هحط بقى بقيه اخر كوبايه الدقيق. بص العجينه طريه ازاي، طريه جدا جدا، مش قادره اقول لكم ولينه قوي، هي باينه اهي، بصراحه تحفه. ده اللي هيخليها طريه وهشه جدا لما تتخبز. معايا بقى مكعب من الزبده، مش كبير بس انا ضفته كده عشان يدي طعم حلو للعجين، وبرده بيخليها مورقه من جوه. هقلبه كويس قوي في بعضه بقى. بعد كده خلاص العجين عندي هيبقى جاهز، هبدا ان انا اقطعه قطع متساويه، بعد كده اشكله زي ما انا عايزه، واهم حاجه ان انا اسيبه يخمر بعد التشكيل. بصوا طريه زي ولينه جدا. دهنت الرخام عندي بشويه من الدقيق. العجوه بقى انا بستخدم العجوه المفرومه جاهزه، بجيبها من السوبر ماركت، بتبقى طريه جدا زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تطلعوها من الثلاجه قبلها بيوم مثلا عشان تبقى في درجه حراره المطبخ كده، وتبقى سهله التشكيل في ايدينا. تقدروا كمان تستخدموا العجوه الصحيحه او التمر، بس ده هيغلبكم شويه، وده اللي بيخلي التمر جوه المخبوزات ينشف. لو عايزينه يبقى طري هنفصصه وهنحطه على طاسة على النار، هنحط معاه معلقة كبيرة كده من السمنة، ممكن نحط له سمسم. الطريقة دي هتخليه طري معانا وما ينشفش مننا جوه المخبوزات. لكن ما تستخدمهوش صحيح زي ما هو بعد ما تعجنوه، لازم تحط له سمنة وتحطوه على النار عشان يفك من بعضه ويبدأ يسيح. انا قطعت العجين قطع متساوية ل6 قطع زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اخد جزء جزء واشكله. حاولوا تكون قطعة العجين اللي هتشتغلوا بيها مش صغيرة عشان يطلع معاكم الترس كده حلو ومش صغير قوي. اول حاجة هعملها ان انا هاخد اول قطعة من العجين عندي عشان اشكلها اول شكل. احنا هنعمل النهاردة 3 اشكال من تروس العجوة، تقدروا تشتغلوا باي شكل انتوا تفضلوه. هفرد القطعة معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده رايح جاي.
هعملها على شكل مستطيل على قد ما اقدر. تمام، هاخد بقى قطعة من العجوة هشكلها صبع طويل على قد العجين اللي معايا، هلف بقى العجين عليها لحد نص المسافة بتاعتي، هقف بقى وابدأ اعمل خطوط مش للآخر عشان ما تتقطعش مني. تمام كده، وهبدأ اكمل لف. بعد كده هثبت الطرفين بتوع العجين مع بعض عشان ما تتفتحش مني، شكلها هيطلع حلو جدا في الآخر. اقفلها كويس واحطها في الصينية او الصاج بتاعي. هاخد القطعة التانية عشان اعمل منها الشكل التاني، وطبعا كل شغلي بيبقى دقيق من تحت ودقيق من فوق عشان يبقى سهل عليا فرد العجين وما تتلزقش مني في الرخامة. هفردها برضو مستطيل وهحط قطعة العجوة برضو على شكل صوبعة كده طويل وهلفها للآخر. بعد كده هقفلهم على بعض برضو والزقهم في بعض كويس قوي، وهنقلها للصاج عشان اقطعها على الصاج بيبقى اسهل، عشان لو قطعتها على الرخامة ونقلتها ممكن تتقطع مني. هقطعها بقى زي ما انت شايفين كده شبه الترس، بس مش للآخر برضو، يعني شقوق كده من نص العجين لحد الآخر. تمام، دي هيبقى شكل الترس بتاع العجو. الشكل التالت اللي معانا، انا عندي قطعة العجينة الواحدة قسمتها على اتنين، هاخد النص الاولاني منها وهعمله على قد ما اقدر على شكل دايرة. وهاخد قطعة من العجوة واشكلها برضو على شكل دايرة مبططة كده، افردها على قد ما اقدر واحطها في نص العجين واقفل عليها كويس قوي من جميع الاطراف، وهبدأ ان انا اضغط عليها عشان العجين يتوزع كويس على مسافة الفطيرة بتاعتي دي، كأني بعمل قرص بالظبط. هضغط عليها بقى كويس وبرضو هنقلها للصاج عشان اقطعها عليه. هقطعها بقى بالسكينة برضو، مش من النص، مش من النص قوي، يعني ما اخليش كل قطعة ملامسة للتانية في نص العجين. زي ما انت شايفين كل قطعة بعيدة عن التانية بشوية عشان تفضل العجينة متماسكة برضو من النص. ده كده الشكل التالت. كملت انا خلاص كل الاشكال لحد ما العجين خلص معايا. معايا هنا بيضة عليها رشة صغيرة من الفانيليا، هقلبهم كويس مع بعض. تقدروا تشيلوا البيض خالص لو انتوا ما بتحبوش زفارة البيض، ممكن تحطوا لبن، ممكن تحطوا كريم الطبخ، تدهنوا كمان باللبن عليه رشة نسكافيه، كل ده بيدي لون حلو جدا للعجين. لو انتوا عاملينها بالعجوة زيي تبقى ممكن تحطوا عليها رشة سكر في الوقت ده قبل ما تدخلوها الفرن، بس انا مش هحط سكر، هستكفي بحلاوة العجوة من جوه. وهقول لكم كمان هنعمل ايه لما تطلع من الفرن عشان تبقى بتلمع وطعمها يكون حلو. هدهنها كويس وهسيبها تخمر بره. انا على ما اشتغلت كانت اول قطعة واتنين كانوا بدأوا يخمروا، فهي مش تاخد وقت خالص لان الجو حر وهتلاقوها خمرت بسهولة. رشيت عليها حبة البركة، تقدروا ترشوا عليها سكر زي ما اتفقنا، وممكن تستغنوا عنهم خالص، حاجة ترجع لكم. ده كده الشكل النهائي بتاع الفطاير بتاعتي كلها، ده من 5 كوبايات دقيق، وما تنسوش ان احنا حطينا نص كوباية في الاول خالص مع الخميرة. قعدت في الفرن حوالي تلت ساعة بالظبط، طلعت شكلها حلو جدا، ريحتها كانت تحفة، ريحة الكمون اللي حطيناها مع العجينة بجد قلبة ريحة البيت، حلوة جدا وريحتها تحفة. عايزة اقول لكم بقى عشان تطلع طرية معاكم وبتلمع وطعمها كمان محلي بزيادة زي بتاعة الافران بالظبط، هندهنها بالشربات بتاع الحلويات العادي، او ممكن كمان تدهنوها بعسل النحل وخففوه بشوية مية صغيرين خالص وابدأوا ادهنوا بيه، لو مش حابين مفيش مشكلة. وده شكلها النهائي، يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم. اتمنى ان انتوا تنفذوا الوصفة وتقولولي رأيكم فيها، طريقة جدا زي ما انت شايفين كده. عايز اقول لكم قعدت على 200 درجة في الفرن، ما تعلوش الحرارة قوي عشان زي ما انت شايفين هي عجينة عالية محتاجة سوا. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، مستنية لايك للفيديو كتير وتعليقاتكم في الكومنتات، وسبسكرايب للقناة لأول مرة تشوفوها. كنت معكم آلاء عامر من مطبخي.